وإن تطيعوه تهتدوا. ثلاث سنن ودنا أن نذكرها. السنة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ودنا هذه الصفة الجميلة ودنا نطبقها في حياتنا. ويمكن يوم الثلاثاء اللي طاف تكلم الشيخ العريفي عنها بإسهاب كثير، فجميلا نتصف بهذه الصفة وهي الستر على أخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، حتى إن كان الصحابة يذكرون الشعر في مجلسه فكانوا يضحكون وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم. فليس دليل إذا كثرت في الكلام والمداخلات والأشياء هذه ورفعت صوتك أنك أخذت الجو أو أخذت الصفة الطيبة، فربما الكثير ينزعج منها. خل هذه الصفة المطابقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني توافقك، والتزم الصمت كثيرا. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. التيسير على أخوانكم المسلمين، سواء في دين، كنت صاحب سلطة على شخص، هذه الصفة الطيبة أنك تكون من الميسرين على أخوانك المسلمين. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. ولا في أحد في الصف الثاني ما يجوز أنك تبدأ لحالك وتكبر، يعني صلاة المنفرد ما تجوز. الحل أنك تصلي جنب الإمام إما وجد مساحة في الصف المكتمل. جميل، الله يجزاك خير. وإياك إذا كان متأكد في أحد بيجي بعدك، حسب العرف في المكان والمنطقة في أحد بيجي بعدك أنك تصلي. لكني أنا انتظرت، شفت الرجال كلهم في الصف الأول وقرب الإمام يركع،